لا تزال تداعيات مقتل مايكل براون الشاب الأسود الأعزل على يد ضابط شرطة أبيض في 9 أغسطس آب الماضي بمدينة فيرجسون الأمريكية مستمرة. قائد شرطة فيرجسون توماس جاكسون أعلن استقالته في أعقاب تقرير لوزارة العدل تحدث عن انتهاكات عنصرية واسعة النطاق بقسم الشرطة ومحكمة بلدية المدينة الواقعة بولاية ميزوري. التقرير الذي صدر قبل أسبوع دفع أيضا 5 أشخاص بينهم مسؤولون في بلدية ومحكمة المدينة إلى الاستقالة. ولم يوجه التحقيق الفيدرالي وهيئة المحلفين اتهامات لدارين ويلسون الضابط المتورط في إطلاق النار على براون في الحادث الذي أثار احتجاجات في مختلف المدن الأمريكية وألقى الضوء على مسألة سوء معاملة الشرطة للسود.